إذن مثل ما ذكرنا قلنا هذا الجزء راح يكون عندي، هذا الجزء راح يكون عندي، أخذنا هذا الجزء وسوينا مقسم فولتية، فراح يتحول عندنا بهذه الهيئة بهذا الشكل، فراح يصير عندي فقيمة الفولتية اللي راح تكون على هذا الطرف، يعني الفولتية اللي هذا الطرف راح تكون قيمتها VB0 على 2 على اعتبار أنه هذا VB أو الفولتية هي هذه موجودة عندي، واللي هي نفسها هذا راح تصير عندي هذا الفولتية، وحاصل جمع هذا المقاومة مع هذا المقاومة بما أنه 2R هي توازي ويا 2R راح يكون الناتج مالتهم R، واللي هو هذه ناتج هذه المقاومة، لذلك راح يكون عندي هذا الR. نفس القضية راح يكون عندي هذه R ويا هذا الR، الناتج مالتهم راح يكون عندي بما أنهم على التوالي راح يكون جمع مالتهم R زائد R، فراح يكون عندي 2R، يعني R زائد R راح يساوينا 2R حاصل الجمع مالتهم. فحاصل جمعهم شنو راح يؤدي؟ راح يكون عندي 2R، بما أنه هذا 2R وكأنما هذا الشكل راح يصير عندي، راح يصير عندي هذا الشكل. إذن راح تكون عندي قيمة هذه المقاومة أيضا 2R على توازي ويا من ويا 2R، وكأنما الفولتية هنا عندي جهتها هي VB0 على 2. إذا هسه أسوي أيضا مجزئ فولتية وأريد أطلع قيمة الفولتية بهذا العقدة، أيضا راح أقول VB0 على 2، VB0 على 2 في قيمة المقاومة البعيدة اللي هي 2R على حاصل مجموع المقاومتين هو 4R، يعني 2R زائد 2R. فطبعا هذه ويا هذا تروح وهذه ويا هذا تروح، فراح شي يساوي لنا ويساوي لنا VB0 على 4 قيمة الفولتية اللي موجودة هنا اللي هي هذه. مثل ما تلاحظ قيمة الفولتية اللي موجودة عندي هذا راح تكون قيمتها، راح تكون قيمتها إذا ما تشوف هذه خلي أكبرها لك، راح تكون عندي VB0 قيمة هذه الفولتية هي VB0 على 4. إذن أيضا راح يصير وشنا أسوي، ونجمع هذه المقاومة ويا هذه المقاومة واثنينهم على التوازي، يعني 2R على التوازي ويا من راح يكون عندي 2R توازي ويا 2R، مجموعهم شي يساوينا مجموعهم راح يساوينا R واللي هو قيمة هذه المقاومة. فهذا المقاومة أيضا راح تكون اللي هو هذا الجزء ذكرناه اللي هو هذا منه هذا طبعا VB1، هذا كأنما هو وصلنا لحد هذه النقطة، فراح يكون عندي حاصل مجموع هذه المقاومات اللي موجودة راح يكون عندي هنا هذه R، راح يصير أيضا عندي R ويا R راح يكون عندي 2R، إذا يعني أيضا راح تكون عندي بهذا الشكل، راح يكون عندي هذه R هذه R. طبعا هنا عندي شنو VB02، وهذه عندي هنا صار عندي هذه 2R وعندي هذا ايضا 2R، فشنو راح يصير عندي؟ وهذا عندي VB0 على ايش قال؟ على 4. ايضا استخدم مجزئ الفولتيه واطلع قيمه الفولتيه اللي هنا، ايضا نفس القضيه راح يكون عندي VB0 على 4 في قيمة المقاومة البعيدة اللي هو 2R، على من على حاصل مجموع المقاومتين هو 2R و 2R راح يكون عندي 4R. نفس القضية هذا راح يكون عندي 2 ويا هاي الثانية ويا الأربعة راح يبقى عندي 2، وهذا الR ويا هذا الR تروح و 2 راح تنزل ويا المقام الأربعة، فراح يساوي لنا VB0 على ايش قد؟ على 8. إذا قيمة المقاومة ايش قد راح تصير عندي؟ هذه راح تصير عندي VB0 على 8 قيمة المقاومة أو قيمة الفولتية عند النقطة ايش قد؟ عند هذه النقطة راح تكون عندي ايش قد؟ تكون عندي VB0 على ايش قد؟ على 8. هنا ايش قد صارت عندي؟ VB0 على 4. وهكذا إلى أن نوصل للأخير، راح تكون قيمة المقاومة أو قيمة الفولتية اللي هنا موجودة بهذا الطرف راح تكون عندي VB0 على ايش قد؟ على 16. أنا راح يكون عندي VB0 على 16 الأخير، واللي هو هذا موجود عندك، إلى أن نوصل للأوت يعني الجزء الأخير واللي هو هنا، يعني كأننا وصلنا للجزء الأخير. إذا راح يكون عندي هذا الترتيب بهذا الشكل. إذا من هذا راح نستنتج بأنه إذا صارت قيمة الفولتية اللي موجودة عندي، مثل ما تلاحظ قيمة الفولتية موجودة عندي، هسه راح نلخص هذه بالأخير شنو راح يصير عندي. قيمة الفولتية راح تكون عندي بهذا الشكل، يعني
قيمة الفولتية هنا راح تكون عندي في بي نوت على 2، قيمة الفولتية هنا تكون عندي في بي نوت على شقد على 4، هنا راح تكون عندي في بي نوت على 8، هنا راح تكون عندي في بي نوت على شقد على 16. إذن من هذا راح نستنتج بأنه الـ V out يعني الفولتية الخارجة راح تساوي لنا هو نفس التقسيم هذا راح يكون عندي بهذا الشكل، يعني القانون العام للفولتية راح يكون عندي، إذا راح يكون عندي V out راح يساوي لنا V B not على 16 زائد V B 1 على 8 زائد V B 2 على 4 زائد V B 1 على 2. إذا هذا هو قانون اللي راح يكون عندي إذا نريد نحسب قيمة الفولتية الخارجية، هذا هو قانون إذا نريد نحسب قيمة الفولتية الخارجية. إذا من هذا نقدر نقول، نقدر نقول بأن قيمة التيار، إحنا نريد هذه طبعا هذه عندنا الـ V out، هذه كأنه هذا الـ V الخارجية اللي موجودة عندي هنا، أنا أريد الـ V out المحصلة النهائية. فنستخرج التيار، نقدر نقول هذا التيار اللي موجود عندي راح يساوي لنا الـ V reference، والـ V reference مثل ما تتذكر هي هذه عندي، هذه هي هذه الـ V، قيمة الـ V reference، هذا الـ V reference راح تساوي لنا مضروبة في قيمة شنو؟ مضروبة راح تكون عندي في B نوت على 16 زائد B1 على 8 زائد B2 على 4 زائد B3 على 2. هذا راح يكون عند التيار، وراح نكون إذا نطلع الـ V out يعني الفولتية الخارجة، V out يعني المحصلة الـ V out راح تساوي لنا قيمة الفولتية في المقاومة، المقاومة اللي هي وينها؟ هذه الـ R reference، قيمة الفولتية في المقاومة اللي هو الـ R reference، والـ R reference احنا بعد نقدر نعبر عنها بقيمة R أو ما شابه. فراح يكون عندي، راح تكون عندي بهذه الحالة، طبعا هذه الكل عفوا هذه الكل لازم يكون مضروب في R. إذا راح يكون عندي V سالب V reference، يعني مربوط للنيجاتيف فيدباك إذا تتذكرون، في RF ونسحب الـ R عامل مشترك، فراح يبقى عندي B نوت على 16 زائد B1 على 8 زائد B2 على 4 وزائد B3 على 2. إذا هذا هو ناتج أو حاصل. طبعا هذه إذا قلنا الـ RF تساوي R فرضا، نقدر نختصر هذه ويا هذه، ومن هذا يؤدي إلى نقدر نقول، نقدر نقول V out تساوي سالب V reference مضروب في B نوت على 16 زائد B1 على 8 زائد B2 على 4 زائد B3 على 2. فهسه لو فرضنا، إذا فرضنا أنه قيمة الفولتية، إذا قلنا الفولتية الداخلية يعني B3 B2 B1 هو B0، هذا الفولتية الداخلة، ونريد نحسب V out الفولتية الخارجة عندي، إذا هذه صفر 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 صفر، أيضا نقدر راح نقول هنا نعوض صفر وهنا صفر وهنا صفر وهنا صفر، راح تكون عندي الفولتية الخارجية صفر. أما إذا كان عندي الفولتية داخلة صفر 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 أو الانبوت مالت بهذا الشكل، راح الكل يكون هذا صفر صفر صفر، راح يكون هذا 16 فيساوي لنا سالب V reference، سالب V reference على 16، سالب V reference على 16، وهكذا. إذا نقول هنا عندنا 0 0 1 0، أيضا كل أصفار ما عدا B1، يعني ما عدا B1 1، فراح يساوي لنا إذا B out راح يساوي لنا سالب V reference، سالب V reference على 8. وهكذا بالنسبة للبقية هو مشابه للأمثلة السابقة، يعني لو فرضنا 0 0 1 1، ايضا راح يكون عندي، يبقى عندي فقط B1 و B2، فراح يكون عندي 1 على 16 زائد 1 على 8 مضروب في سالب B reference، راح يكون عندي سالب B reference في هذا 1 على 8 زائد 1 على 16، وهكذا بالنسبة للبقية. إذا 1 1 1 1
راح يكون عندي سالب في رفرنس، سالب في رفرنس في 1 زائد على 16 زائد 1 على 8 زائد 1 على 4 زائد 1 على 2 وهكذا. اذا هذا هو الدائره مالتنا R2 to R ladder. اذا هذا راح يكون عندنا بهذا الشكل.